السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الفيديو الجديد، والذي سنطلعكم من خلاله على أبرز توقعات الحالة الجوية في الجزائر لنهار اليوم. لكن قبل البدء فضلا وليس أمرا، ادعمونا باللايك للفيديو والاشتراك في القناة. إذن، ومع وصول العاصفة القوية التي انتظرها الجزائريون اليوم الثلاثاء، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية عبر العديد من ولايات الوطن. كمية الأمطار ستتراوح محلياً بين 20 و40 ملم في الغرب وتصل إلى 60 ملم في الوسط، بينما تتعدى 90 ملم في الولايات الشرقية. الولايات المعنية بهذا الاضطراب هي تلمسان، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، وهران، معسكر، غليزان، مستغانم، أشلف، تيسمسيل، عين الدفلة، تيبازا، لمدية، البوليدة، العاصمة، بومرداس، لبويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، ميلا، جيجل، سكيكدا، قسنطينة، قالمة، عنابة، الطارف، سوقهراس، وتبسع. وسيكون هذا الاضطراب مرفوقا أيضا بتساقط الثلوج على أغلب المرتفعات الغربية والوسطى والشرقية، والتي يبلغ علوها بين 900 و1000 إلى 1200 متر بسمك يتراوح من 5 إلى 10 سنتيمتر. فالرجاء من الجميع أخذ الحيطة والحذر.